الخلافات عجلت في رحيله المبكر وانضمامه إلى الفريق الإيطالي سامبادوريا بعد عروض ممتازة للمنتخب الأرجنتيني خلال نهائيات كأس العالم في فرنسا عام 98، وقد انتقل لقاء مبلغ 13 مليون دولار بزيادة مليون دولار عن رقمه القياسي السابق الذي حققه قبل سنة واحدة فقط. نعم، سامبادوريا كانت تجربة رائعة لي. بوصول أورتيغا إلى جنوة قرر المسؤولون إعادة ترتيب البيت، وذلك بالاستغناء عن بعض النجوم الأساسيين. من ضمن هؤلاء كان الأرجنتيني خوان سباستيان فيرون واليوغوسلافي سينسان هايلوفيتش. وأعطي أورتيغا مهمة صعبة من دون أي مساعدة تذكر. مباراته الأولى في البطولة الإيطالية كانت في 13 من آب عام 98، وذلك في لقاء ودي ضد سبيتزيا. انتهت المباراة بالتعادل السلبي. كان على أورتيغا الانتظار حتى المباراة الودية الثانية ضد هونيو ليسجل هدفه الأول في إيطاليا، وذلك في 2 من أيلول من العام نفسه. في الدقيقة 28 من الشوط الثاني سجل هدفه الأول لناديه الجديد. جاء هدفه الرسمي الأول في أول ظهور له في المباراة الرسمية مع نادي سامبادوريا بعد 7 أيام، عندما هزم فريقه نادي فيرونا بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثانية من بطولة كأس إيطاليا. وعلى الرغم من أن أورتيغا أصبح أكثر راحة بالعيش في إيطاليا، كان يحس بالشوق إلى الأرجنتين. في تموز عام